بداية أصعب شيء كان من نزحنا وعفنا بيوتنا ومنازلنا وطلعنا على دهوك، ومن دهوك خفنا وطلعنا على سرسنك. احترمونا كثير أهل سرسنك وأهل دهوك بشكل عام يعني صراحة. وأول أيام كانت صعبة علينا، بعدين منتجهنا إلى الشغل وتعرفنا على الناس طيبين مثلكم وشي، اشتغلنا والله سهل. أصعب شيء الغربة كان هناك. ومن رجعنا تقريبا الجيران رجعوا والعالم رجعت، فجينا على المحل وفتحنا المحل وعادي جماعتنا، قسم منهم بدوق، قسم منهم بسرسن، قسم منهم بأربيل، قسم صاروا بسليمانية. كانت صعبة كثير التفرقة، صحيح كانت صعبة. من نروح على بيت عمي يعني كنت تمشي تقريبا يجي 100 كيلو الله أصلب. وشغل كان هم قليل يعني ما كان شغل مضبوط. أني من اشتاقيت للبحزاني بعشيقة، جاني بنت سميتها بحزان على اسم منطقتي. هسا بنتي عمرها تقريبا 9 سنين اسمها بحزان. والله رجعتها تقريبا للمنظمات الحكومة يعني ما قصرت، الجيش الشرطة الأهالي تعاون، نحن نظفنا المنطقة. نعم جيراننا المسيحيين رجعوا، جيراننا الإسلام رجعوا، المحلة كلها تقريبا رجعت، أكو شغل وأمان وخلي يرجعون، شغل موجود والمدارس موجود والخدمات 100%، المنطقة نظيفة وكل شيء، ما أقول خلي يرجعون أحسن شيء. هذول النازحين الباقين اللي خلي يرجعون على بيوتهم.